زمالك فرقتين كبار بتفرق بين في النتيجه كور بسيطه جدا هي اللي بتاثر على نتيجه المباراه، وده اللي حصل فعلا في الاخر. ماتش كان درو، كان معانا كوره وفي ضربه جزاء ضاعت والاهلي وفق انه يحرز الهجمه اللي بعديها، فده طبيعي في الماتشات الكبيره زي دي بتبقى كوره واحده بتفرق، فما فيش سبب بقدر اقول لك عليه سبب بعينه يعني للخساره. ده مش اول نهائي بين اهلي وزمالك في السوبر الافريقي، تقريبا بنلعب من 2017 لحد النهارده كل النهائيات السوبر بين الاهلي والزمالك، فده مش جديد على كره اليدين المصريه. بطوله يعني الزمالك ما بيخشش اي بطوله لما يكون هدفه المركز الاول يعني. هو كويسه تنظيم الحمد لله تمام، مبسوطين يعني، مفيش مشاكل الحمد لله.